يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحذير من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة؟ هل إيش؟ هل التحذير من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة؟ ما دام ما عينت أحد هذا من النصيحة، ما عينت أحد. أما لو عينت شخص قلت فلان كن هذا من الغيبة، عد غيبة الشخص المعين إن كان فيه مصلحة راجحة لا بأس، وإن كان المضرة أكثر لا يجوز. نعم.